بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله بحول الله سوف نرى درس تناسبي متعلق بسنن التساوين والخرائط. نمر إلى نشاط تمهيدي. سوف نطرح سؤال: هل تصدق أنه يمكنك حمل العالم بأكمله في محفظتك؟ سؤال محير بعد شيء، لكن الجواب نعم. لكن كيف يمكن ذلك؟ خريطة أن يكون ممتلا على خريطة. إذا كان العالم ممتلا على خريطة يمكن حمله في محفظة. لنأخذ على سبيل المثال جزء من خريطة المغرب. لنأخذ جزء من خريطة المغرب. هذا جزء من خريطة المغرب. إذا لاحظتم جيدا الخريطة، الخريطة تحتوي على المدن. ثم السؤال المطروح هنا هو: هل القياسات الممثلة على هذا الجزء من الخريطة حقيقية؟ وكيف تم تمثيلها؟ إذا لاحظوا أنها ليست حقيقية، هذا واضح، لأن المسافات بين المدن ليست نفسها التي على الخريطة. وبالتالي فإننا نتساءل كيف تم تمثيل هذه الخريطة، أو كيف تم تمثيل هذه القياسات على هذه الخريطة. إذا لاحظنا جيدا نلاحظ هنا بطاقة صغيرة. هذه البطاقة انظروا تمثل شيئا ما. إذا لاحظتم هنا مكتوب السلم. لأن السلم هنا، ماذا يعني السلم هنا؟ يعني أن هذه المسافة، يعني سنتيمتران هنا، تمثل 50 كيلومتر في الحقيقة. يعني سنتيمتران هنا على الخريطة تمثل 50 كيلومترا في الحقيقة. لأن هذه البطاقة نسميها بسلم الخريطة. هذه البطاقة تسمى سلم الخريطة. إذن كيف تتم قراءة هذا السلم؟ الآن سوف نلاحظ كيف يمكن قراءة هذا السلم. إذن لاحظوا هنا، إذن قلنا أنه يمثل كل سنتيمتران على الخريطة يساوي 50 كيلومترا في الحقيقة. إذن كل مسافة في الخريطة، إذا أخذنا مسافة 2 سنتيمتر، فإنها تعادل 50 كيلومترا في الحقيقة. أي أن سنتيمتران على الخريطة يساوي 5 ملايين سنتيمتر في الحقيقة. نحول الكيلومتر إلى سنتيمتر. وغالبا ما يكتب هذا السلم على شكل عدد كسري. يكتب السلم غالبا يكتب على شكل عدد كسري. 2 تمثل المسافة على الخريطة على 5 ملايين. 5 ملايين تمثل المسافة في الحقيقة. إذن 2 سنتيمتر تمثل المسافة على الخريطة أو على التصميم. ثم 5 ملايين تمثل المسافة الحقيقية. إذن السلم هنا، إذا لاحظنا أن السلم يمكن حسابه بالطريقة التالية. إذن السلم هو المسافة على الخريطة أو على التصميم مقسومة على المسافة الحقيقية. إذن هذه الخلاصة. إذن لحساب السلم نقسم البعد المصغر على البعد الحقيقي. لحساب السلم نقسم البعد المصغر على البعد الحقيقي. إذن 2 على 5 ملايين، بحيث البسط يمثل البعد المصغر والمقام يمثل البعد الحقيقي. الآن نمر إلى كيفية حساب البعد المصغر والبعد الحقيقي. إذا حساب البعد المصغر، نضرب البعد الحقيقي في السلم. حساب البعد المصغر، نضرب البعد الحقيقي في السلم. والحساب البعد الحقيقي، نقسم البعد المصغر على السلم. إذا البعد المصغر، حساب البعد الحقيقي نقسم البعد المصغر على السلم. نمر الآن إلى تمارين تطبيقية.
التمرين الأول، المسافة الفاصلة بين مدينتين على خريطة هي 5 سنتيمترات. 5 سنتيمترات، يعني المسافة الفاصلة بين المدينتين على خريطة هي 5 سنتيمترات. إذن هنا لدينا المسافة على خريطة، يعني البعد المصغر. إذا علمت أن السلم الذي وضعت فيه الخريطة هو 1/3 ملايين، هذا هو السلم، واحسب المسافة الحقيقية بالكيلومتر. إذن لحساب المسافة الحقيقية أو البعد الحقيقي، قلنا نقسم البعد المصغر على السلم. إذن البعد الحقيقي يساوي البعد المصغر مقسوم على السلم. إذن البعد المصغر هنا هو 5 سنتيمتر. إذن المسافة الحقيقية 5 سنتيمتر قسمة السلم الذي هو 1/3 ملايين، وخمسة قسمة 1/3 ملايين تساوي 5 × 3 ملايين تساوي 15 مليون سنتيمتر. وبما أنه مطلوب الكيلومتر، فإننا نحولها إلى الكيلومتر تساوي 150 كيلومتر. إذن المسافة الحقيقية الفاصلة بين المدينتين هي 150 كيلومتر. الآن نمر إلى التمرين الثاني. الثاني يقول المسافة الفاصلة بين مدينتين هي 350 كيلومتر. هنا لدينا المسافة الحقيقية، هذه المسافة تمثل المسافة الحقيقية بين المدينتين. إذا علمت أن السلم الذي وضعت به على خريطة هو 1/5 ملايين، واحسب المسافة بين المدينتين على الخريطة. إذن هنا المطلوب هو حساب البعد المصغر. إذن حساب البعد المصغر قلنا نضرب البعد الحقيقي في السلم. إذن نضرب، إذن أول شيء هو أننا نقوم بتحويل المسافة الحقيقية من الكيلومتر إلى السنتيمتر، هذا أول شيء. ثم إذن البعد المصغر قلنا هو المسافة الحقيقية التي هي أو البعد الحقيقي الذي هو 35 مليون في السلم الذي هو 1/5 ملايين يساوي 7. إذن 35 مليون في 1 مقسوم على 5 ملايين تساوي 7. إذن المسافة الفاصلة بين المدينتين على الخريطة هي 7 سنتيمتر. الآن نمر إلى التمرين الثالث. مثلت مسافة 72 كيلومتر على خريطة حائطية ب9 سنتيمتر. إذن لاحظتم هنا لدينا المسافة الحقيقية، ثم لدينا المسافة على الخريطة أو البعد على الخريطة أو البعد المصغر. المطلوب هنا أوجد سلم هذه الخريطة. إذن كما قلنا في النشاط الأول، لحساب السلم نقسم البعد المصغر على البعد الحقيقي، لكن أول شيء يجب تحويل 72 كيلومتر إلى سنتيمتر. إذن 72 كيلومتر تساوي 7 ملايين و200 ألف سنتيمتر. ثم الآن قلنا نقسم البعد المصغر أي 9 سنتيمتر على البعد الحقيقي هو 72 مليون سنتيمتر يساوي. إذن هنا دائما نفكر في الاختزال، نلاحظوا أن 9 يساوي 9 في 1، ثم 72 مليون هي 9 في 8 ملايين. إذا لاحظنا هنا يمكن الاختزال ب 9، نختزل ب 9، إذن نحصل على العدد 1/8 ملايين. إذن هنا نكتفي لأنه لا يمكن الاختزال، لا يمكن الاختزال مرة أخرى، وبالتالي فإن سلم هذه الخريطة هو 1/8 ملايين.